بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في الجزء الخاص بمراجعة الصف الأول الثانوي. هنا عندنا لو كلوب دو لكتير اللي هو جماعة القراء أو محب القراءة. هنا طبعا ككلمات عندنا كلمة كور، دو جونير، أن ريبا، أن كونجي، لو ماتان، le midi, l'après-midi, le soir, globe terrestre, soclette, TNI, tableau, bureau, CD, DVD, atlas, ordinateur, internet, self-service, gymnase, CDI, train de sport, minuit, rendez-vous, emploi de temps, minuit, rendez-vous, emploi de temps, romain, lycée, contrôle, contrôle, magazine, magazine, dictionnaire, reportage, reportage, portable. كلمات المؤنث هي كلمة journée, journée, histoire, date, langue, lecture, demi-heure, table, carte, salle de classe, horloge, chaise, corbeille à papier, piscine, papillotique, pont de dessiner, encyclopédie, matière scolaire, récréation, cours de récré, raison, nouée, voir, définition. Étudier, arriver, utiliser, trouver, commencer. Dessiner, chercher, s'y terminer, lire, traduire. Moderne, scolaire, idéal, préféré, bien sûr, tout, sauf, si difficile, seulement, bendon, par jour, par semaine. Avoir besoin de, avoir besoin de. خلي بالكم منها. Naviguer sur Internet, surveiller sur Internet, etc. المواد الدراسية للفرنسي، l'arabe, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. احنا قلنا كل اللغات مذكر. Chimie, physique, science de la vie de la terre, وبتختصر بـ SVT دي كلمة جمع مؤنث ممكن تبقى مفرة. Mathématique, وتختصر بـ math. Mathématique, تختصر بـ math. Géographie, philosophie, technologie, histoire, éducation musicale, éducation civique, art plastique, éducation physique et sportif. احنا خدنا بالنا ان كل اللغات مذكر معاهم كلمة الرسم والفنون التشكيلية، اما الباقي كله مؤنث في الكلمات اللي احنا قرناها. طبعا ليز ادجكتيف بوسيسيف صفات الملكية، وليها اكتر من شرح عندنا على القناة، ممكن نبحث عنها بطريقة سلسة وحنشرحها اكتر من مرة. ولكن بسرعة، احنا عندنا ما بيبقى المالك او الفاعل جو، فبعد النقط بيكون في مملوك او مفعول. طبعا لو هو مذكر بنختار ما، لو عايد على انا، ما للمؤنث، مي للجمع، دي كلهم تبع انا طبعا اللي هي ملكي يعني. تي هتاخد تون للمذكر، تال للمؤنث، تي طبعا صفة الملكية بتتبع الاسم الذي يليها، الاسم اللي هيجي بعدها. ماشي. il elle sont censés، برضو سونساسي بمعنى هو او هي، يعني ملكه او ملكها. نو نوتر نوتر نو ملكنا او بتاعنا احنا يعني. نو فو طبعا فوتر فوتر فو ثم ال ال لغ 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 بيكاس. طيب انا عندي ملحوظة ان احنا خدنا عن الملكية اكتر من حالة، وحنبص مع بعض كده سريعا. مكتوب هنا صفة الملكية تتبع الاسم الذي يأتي بعدها،
ماشي، الاسم الذي يأتي بعدها اللي هو المفعول أو المملوك، بمعنى نهى عندها سون سي دي، عندها الاسطوانة بتاعتها. فهنا خدنا سون على أساس كلمة سي دي مذكر مش على أساس نهى. عادل بيمتلك صا بي دي، فبي دي هنا مؤنث طبعا لاختصار لكلمة دوند دي سيني، فاحنا خدنا على أساسها يبقى صفة الملكية بتتبع الاسم الذي يليها أو المملوك. صفات الملكية المؤنث بتحول إلى مذكر إذا كان الاسم مبدوء بحرف متحرك أو بقش صامتة، زي ما نقول سي مونيكول، ما أقولش طبعا ما، بقول مو، يبقى بتحول ما إلى مو. برضو نفس العملية، تا تحول إلى تون لو كان الاسم اللي بعدها مبدوء بحرف متحرك، سا تحول إلى سون لو الاسم اللي بعدها مبدوء بحرف متحرك. يبقى كده قاعدة عامة، أي اسم مبدوء بحرف متحرك فبياخد صفات الملكية المذكر وليست المؤنث طبعا، ده لو كان مفرد. عندنا لو بير دو سامي، هنا بقى عملت ايه؟ عملت مالك ومملوك وربطتهم ببعض. انا ببتدي بالمملوك الاول وبعده المالك وبربطهم بدو، يبقى مملوك مالك ما بينهم دو. لو بير دو سامي، لو بير دو مونا، لا مير دو سامي، لا مير دو مونا، رابطهم بدو. ودايما الاسمين اللي ما بينهم دو انا بشتغل على الفاعل، الفاعل اللي هو الاسم الاولاني. يعني مثلا مكتوب هنا لي بارون دو سامي، بشتغل على كلمه بارون لا سامي، لا اشتغل على كلمه لي بارون، ده الفاعل. لكده في صفات الملكيه اشتغلت على بارون، بقت سي بارون. ممكن استعمل الملكيه بطريقه تانية، ان هو ان انا بنضع المملوك في اول الجمله ثم بصرف معاه فيرب ات ثم حرف الجر ثم المالك. شوف ترتيب الجمله، ها اتر بيجي بعدها المالك. المالك المالك ده هو بيكون اسم او ضمير توكيد، يا اسم عاقل يا ضمير توكيد. طيب شوف المملوك هنا كلمه لو ستيلو، القلم، صرفنا فيرب اتر، القلم طبعا بيوازي الفاعل ال، فقلنا لو ستيلو اي اموا، لو ستيلو اي تاموا يعني بيكون بتاعي، لو ساك اي تامونا يعني المقلمه دي بتاعت مونا او الشنطه بتاعت مونا، الشنطه، لو ليفر اي او بروفيسور، الكتاب بيكون الى المدرس او ملك المدرس. هتلاحظ طبعا ان انا ثابته لو جه بعدها ضمير توكيد او اسم علم، تتغير وتضغم لو جه بعدها اسم عام، بتضغم عادي ما فيش مشكله على حسب قاعده الادغام اللي احنا خدناها قبل كده. في تعبير اسمه الياء، والياء عامة في سنة أولى احنا خدنا بيجي بعده حاجتين، يا عدد يا أداة ناكرة، يا عدد يا أداة ناكرة، ولو نفناه طبعا بيجي بعده دو أو دو أبوستر. جميل كده، ده بالنسبة للنفي عندنا، فاخد بالي منه كويس جدا الجملة دي. جينا بعد كده خدنا ملحوظة عن الساعة، وقلنا إن في ساعة أوفيسيال، والساعة الأوفيسيال هي ساعة رسمية وبتقاس من 0 ل 24 لبنكات، والساعة دي لا يذكر فيها طبعا صباحا ومساء والحاجات دي. أما الساعة الكورونت اللي هي الساعة العادية فطبعا بيذكر فيها كلمات زي ميدي ومنوي عشان أحدد الجملة، لأن الساعة بتبقى 12 ساعة بس عندنا في الساعات اللي قدامنا. طبعا كلمة إلي ميدي منتصف النهار، إلي منوي منتصف الليل. استخدامي طبعا لكلمة و ربع ونص، إلا ربع، موالو كار، لابد أكون عارفهم كويس، أو ممكن أستخدم العدد مباشرة وما بجيبش بعده و، زي ما أقول إلي ويتار كانز يعني الساعة 8 وربع طبعا اللي هي 8:15 دقيقة. ما تنساش برضو أن كلمة ديمي بتيجي مذكر بعد كلمة منوي وميدي، وبتيجي مذكر لو جات قبل كلمة إيغ، لكن لو جات بعد الاسم وبقت صفة لي فهنا بتتبعه من حيث التأنيث والتسكير. طبعا تأتي مؤنثة بعد كلمة إير بس ما بتجمعش طبعا عندنا. ما تنساش السؤال عن الساعة، ان انا بقول كلوري تيل، الساعة كام، او كلوري لي، او تيا لغ، او فوزافي لغ، طبعا تمشي عندنا. خدنا في الاستفهام كومبياندو، دي بتسأل عن العدد دايما، وخدنا كيو بتسأل عن من العاقل، ودايما فعلها يصرف زي إل لو بتسأل عن فعل عاقل. كلب أنواعها طبعا مذكر والمؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث. أكلاغ لسؤال عن معاد محدد بساعة محددة، ودايما الساعة بتكون مصبوغة بحرف الجر أو ممكن فاف. أكي إلى من، إلى من، إلى من طبعا عندنا، ودي بتسأل عن عاقل بس عاقل مصبوغ بحرف الجر وإضغاماته كلها.
دوكوا طبعا بتسأل عن مفعول بس يكون مصبوغ دايما بدو، وغالبا دوكوا بتيجي مع كلمة بيسوان كتير جدا اللي هي أفوار بيسوان. بوركوا طبعا معناها لماذا، وبتسأل عن السبب، والإجابة بتاعتها بتكون بثلاث كلمات رئيسية في المنهج بتاعنا وبعض الكلمات الأخرى. التلاتة هما بور زائد مصدر فعل، بارسكو زائد جملة كاملة، وكار زائد جملة إيه كاملة. عندنا دول الثلاث كلمات الرئيسية اللي أنا ممكن أسأل عنهم ببوركوا. داكو هنا طبعا يعني كل انت ما تقرا بعنايه كل ما تكون الامور بالنسبه لك اوضح، اوضح في ترتيب الجمله، اوضح في ان انا بشوف الجمله شكلها ايه، بشوف نظام الجمله، بشوف قواعدها، بشوف حروف جرها. فحاول ان انت تقرا الجمل دي بعنايه، مش مجرد ان انا هقراها عشان اتعود على الاختيارات بس. تي دي كري تون ليسي، يعني انت بتصف مدرستك. انا مي فرونسي، الى صديق فرنسي. فطبعا كاسكو تي دي، ماذا تقول؟ فبتقول مون ليسي اي مودرن اي ايديال، يعني مدرستي حديثه ومثاليه. دون مون ليسي اليا ان بيسين اي ان سي دي، في طبعا بيسين وفي سي دي. بور ديموندي انا مي فرونسي لي زوبجي دو سا كلاس، يعني عشان تسال صديق فرنسي عن المحتويات بتاعه الفصل بتاعه. كاسكو تي دي، ماذا تقول؟ كاسكو اليا دون تا كلاس، ماذا يوجد في فصلك؟ او كيل زوبجي اليا دون تا كلاس، ايه الاشياء الموجوده في فصلك. بعد كده تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك كاسكو اليا دون تا كلاس، ماذا يوجد في فصلك؟ كاسكو دي، ماذا هو يقول؟ فبيقول اليا ان تي ان اي، في سبوره تفاعليه، في سكلات طبعا اللي هو الهيكل العظمي. اليا ان تابلو اي دو شيز، في تابلو سبوره، في شيز اللي هي كراسي. انت ممكن تضيف اكتر من كده طبعا. تسال زميلك عن مادته المفضله، سا ماتير بريفيري، كاسكو تي دي، ماذا تقول؟ هتقول له كال ماتير تي بريفير، اي ماده انت تفضل، او تا ماتير بريفيري سي كوا، مادتك المفضله هي ايه. تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك لو نومبر دو كور، عن عدد الحصص، كاسكو تي دي، ماذا تقول؟ فبتقول كومبيان دو كور تي اوجوردوي، يعني كم حصه لديك اليوم، او كليل نومبر دو كور اوجوردوي، ما عدد الحصص اليوم. طبعا في رقم 6 تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك سون بولوا دو تومب، عن جدول مواعيده، جدول المواعيد بتاعته او جدول الحصص. فبتقول له كيل جور تياك انجلي، في اي يوم عندك انجليزي. ممكن تقول له برضه كيل ماتياغ تيالو ماردي، اي المواد عندك يوم الثلاث. تي بارل دو تون امبلوا دو تون، يعني انت بتحدث عن جدول مواعيدك. فبتقول طبعا عندي 6 حصص يوم الاثنين، جو كاتر كور دونجلي باغ سومان، عندي طبعا 4 حصص انجليزي اسبوعيا. تي تان فور، تي تان فور يعني انت تستعلم، يعني انت تسال سور لور، عن الساعه كاسكو تي دي. فبتقول كليريتيل، او تيا لور، انت معاك ساعه طبعا او ساعه كام. تي تنفورم، انت بتستعلم سيغ لو سي دي اي، عن مكتبة الوثائق والمناهل، كاسكو تي دي. شوف احنا بنفتكر كلمات من اللي احنا خدناها في البريميرا ني في سنة اولى طبعا. لو سي دي سي كوا، يعني سي دي هي ايه، او لو سي دي كاسكو سي، ما هي. تي دي موندا تون امي، انت بتسأل صديقة بوركوا الفا او سي دي اي، لماذا يذهب الى مكتبة الوثائق والمناهل، كاسكو دي، ماذا هو يقول. بور فواران فيلم، عشان يشوف فيلم، او بور فير دي ريشيرش، عشان يعمل ابحاث. تي دي موندا تون امي، انت بتسال تون كوبان، انت بتسال صديقك دو كوا اون ا بيزوان بور ريغاردير اون فيلم، يعني طبعا اي شيء تحتاج لمشاهده فيلم. فقال لك اون ا بيزوان دو ام بي دي اف، يعني احنا دي في دي، احنا محتاجين لدي في دي. بعد كده في السؤال نمبر 12 رقم 12، تي تروف انتروس، انت لقيت مقلمه، تي تروف يعني انت لقيت، وجدت يعني مقلمه دون لا كلاس في الفصل، هتقول ايه؟ هتقول اكي اي لا تروس، اكي اي لا تروس، الى من هذه المقلمه، او سي لا تروس دي كي، انها مقلمه من. طبعا ده اما يسالك كاسكو ليا دون تروس، كاسكو نيا با دون تروس، فانت بتقول له اليا ان غوج دون تا كلاس، في فصلك. لو سالك ماذا يوجد في فصلك، ماذا لا يوجد في فصلك، دي طبعا انا يعني مدرك ان انت اما تكون ذاكرت دول كويس هيبقى بالنسبه لك السؤال ده اجابته سهله. فبتقول اليا يوجد، عد بقى معايا، ان اوردوج ساعه حائط، انتي اني سبوره تفاعليه دون ما كلاس في فصلي. او ممكن تبتدي بقى بالجمله تقول دون ما كلاس، تبتدي فيها بدايتها، تاخد الجمله كده في فصلي، ان يا با دو سوكلات، ما فيش هيكل عظمي اوروبا.
Bonjour, à quelle heure t'arrives au lycée? في أي ساعة أنت تصل إلى المدرسة؟ أو tu déjeunes وعين تتغدى؟ أنت بتتغدى فين؟ فقال له سالي j'arrive au lycée à 8h, أنا بوصل الساعة 8. Je déjeune au self, أنا بتغدى في المطعم. Je déjeune au self. دكور اكري سيغ لو سي دي اي, اكتب عن السي دي اي, حكتب عنها طبعا, المفروض بالنسبة لي الموضوع سهل نقروه بعناية, وطبعا اكتب عن الفصل, اكتب عن المدرسة, اتسترا الى اخره. تعالوا نحلل مع بعض القطع دي ونحلها. مكتوب جيرار تان إليف أو لسي لاباي أ باري, بيكون تلميذ في مدرسة سلام في باري. إليم بوكو سون ليسي, يحب مدرسته كثيرا. إل فا أو لسي سان جور بعد سومان, هو بيذهب إلى المدرسة 5 أيام أسبوعيا. سي تان غارسون سوبر ديناميك, إنه فتى أو ولد يعني حيوي جدا. لو تينيس إي سون سبور بريفري, التنس بيكون رياضته المفضلة. لاحظ كلمة بريفري هنا صفة مذكر. على ريكرياسيون إل بافار افيك سي كوبان, يعني في الفسحة. البافار ده احنا قلنا هو بيسرسر مع أصدقائه, بيرغي بيتكلموا. عارفين البافارداج اللي هو بارلي بور بليزيغ, يعني الحديث للمتعة, مش حامل هدف أو حاجة, بس أنا بدردش بفك عن نفسي زي ما بيقول. الويكاند سي لو سامدي لو ديمونش, يعني عطلة نهاية الأسبوع دي السبت والحد. الفا أو تياتر افيك سون بير اي سون مير, وبيذهب إلى المسرح مع والده ووالدته. على ريكري في الفسحة جيرار بيعمل ايه بقى في الفسحة؟ بارل افيك سون كوبا, بيتحدث مع أصدقاء يقولنا. طيب الجملة اللي بعدها جيرار ايه؟ جيرار بيكون بالنسبة لنا جيرار بيكون ايه؟ هو ولد سبورتيف رياضي, تمشي ماشي, حيوي رياضي نشيط جدا, سوبر ديناميك, فهو ولد رياضي طبعا. جيرار فاولسي, بيذهب الى المدرسة. طبعا احنا قلنا هو بيروح المدرسة سان جو بارسومان, يعني 5 أيام اسبوعيا, يبقى سان جو بارسومان. داكور. جيرار فاو تياتر, بيذهب الى المسرح. طبعا هو قال لي ان هو بيروح المسرح افيك سون بير سون مير, مع والدته ووالده, يبقى سي بارون, مع والديه سي بارون. ملاحظين ان دايما يديني حاجه ويديني المعنى المقارب لها, يعني مثلا بير مير واداني كلمه بارون, فلابد ابقى مدرك الحاجات. جو مابيل كامي, انا اسمي كامي, جو سيزون, عندي 16 سنه. جو سيزون ليف, انا تلميذه اوليسي سان مارك في مدرسه القديس مارك. جيم لو سامدي, انا احب السبت. اي لو ديمونش, والحد. طيب سي لو ويكوند, عشان هم العطله طبعا. جي دي تي سي لو لاندي, انا بكره يوم الاثنين. كار جي كومونس لو كور ا ويتير, لان ببتدي طبعا الحصص بتاعتي الساعه 8. جي تيرمين, وبنتهي الساعه 2 دول ابري ميدي بعد الظهر. جي سات كور, عندي 7 حصص. كور دو فرونسي, حصة فرونساوي. دو شيمي كيميا, انجلي انجليزي. اي بي اس, تربية رياضية وجغرافيا, وحصتين رياضيات. امي دي ظهرا بقى جي دو جان او سالفا بيك مي كوبين, انا بتغدى في المطعم مع صديقاتي. كمين امبا, ما بتحبش لندن يوم الاثنين. لندن كمي دو جين او ليسي, بتتغدى فيهم في المدرسة. لو لاندي كامي دو كور دو, يعني يوم الاثنين عندها حصتين من طبعا دو مات, دو كور دو مات, حصتين رياضيات. لاندي يوم الاثنين كامي ترمن سا جورني سكولير, بتنهي يومها الدراسي. طبعا هي بتنتهي او بتنهي يومها الدراسي الساعة 2 بعد الظهر, يبقى اكاتورزير الساعة 14. بعد كده البواقف, وهنا طبعا انتوا عارفين ان في 5 مواقف, هختار 2, لو 4 بختار 1. تي ديكري تون ليسي, انت تصف مدرستك. تون كوبا, فبتقول ايه, المدرسة بتاعت صديقي ولا مدرستي؟ هتقول ايه لي جران ايديال, وفي مدرستي يوجد بسين وجمناس. طيب في الجملة اللي بعدها تون كوبا, صديقك تي ديوموندو بيسألك عن عدد حصصك دانجور, عن عدد حصص يوم. ماذا هو يقول؟ فبيقول له انت عندك كام حصة يوم الخميس؟ هيقول له انا عندي 6 حصص النهاردة, وانت؟ ده سؤال طبعا عن عدد الحصص. تي ديوموند, تي ديوموند يعني انت تسأل.
اتون كاميراد صديقك عن مادته المفضله فبتقول له ايه كالماتير تيام اي ماده انت تحب او تقول له طبعا كالي تا ماتير بريفيري ما مادتك المفضله. توم كوبا سان فورم صديقه بيستعلم سيغلير عن السيعه كاسكتيدي ماذا انت تقول. اما صديقك يستعلم عن السيعه فهو حيقول ايه فبيقول اليمي دي بيلا يعني السيعه. خلي بالك صديقه بيستعلم انت بتقول له السيعه 12 بالضبط كلمه بيلا دي او هتقول له اليوي تير جوست الساعه 8 بالضبط. في الجمله اللي بعدها مكتوب عندنا هنا مكتوب تي ترو فينتروس انت وجدت مقلمه دون لا كلاس في الفصل كاسكتي دي ماذا تقول فبتقول الى من هذه المقلمه او دي مقلمه مين. طبعا بتمنى منكم ان انتوا طبعا تقروا الجمل دي بعنايه مره واتنين لان قرايه الجمل دي مهمه جدا واي تنويه اكتبوه لي تحت في الكومنت طبعا بحيث ان احنا نبقوا قادرين على التواصل والرد الاسئله. ما تنساش في جروب تليجرام في المذكرات اللي انت عايزها في تفاصيل كويسه جدا للمنهج بتاعك في امتحانات الى اخره. توم كاميراد صديقة تليموني بيسألك دو كوا اون ابيزوان بور ايكوتي دو لا ميوزيك يعني احنا محتاجين ايه عشان نسمع الموسيقى. فاحنا محتاجين ممكن لكتي امبيتوا مشغل موسيقى واحنا محتاجين كمان لسي دي اي. مظبوطه كده تمام مظبوطه عندنا. طيب في الجمله اللي بعدها تي ديموند تون كوبان انت بتسال صديقك كلور عن السيعه فهتقول له ايه فبتقول له طبعا ايلو كالير يعني الساعه كام او تيا لور. طبعا دي دلاله على الحاجات اللي احنا ذاكرناها دلوقتي اللي احنا قرناها مع بعض وانت ذاكرتها كويس وراجعتها وبعدين حليت وراجعت حلك خلاص انت كده عملت اللي عليك تمام كمل بقى راجع. الجمله اللي بعدها تي دي موندا تون عمي انت تسال صديقه دو دي كرير ساكلاس عن يصف فصله كاسكتي دي ماذا تقول فبتقول له طبعا كومون اي تا كلاس كيف يكون فصلك كاسكليا دون تا كلاس. تون امي صديقك تي دي موندا بيسالك بوركوا تي فا او سي دي اي لماذا تذهب الى سي دي اي كاسكتي دي ماذا انت تقول. طبعا انا بروح السي دي اي عشان اعمل ريشيرش عشان اعمل ابحاث عشان اتصفح على النت تمشي مش عشان العب مباراه ولا احتفل بعيد ميلادي ولا عشان اتناول الغداء. تي دي موند انت تسال صديقك تي دي موند اتونامي تسال صديقه ان هو بتطلب منه بقى هنا انه يسلفك المه كاسكل دي ماذا هو يقول. هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك اسف انا معيش واحد تاني او هيقول لك جي وي بيان سو نعم بالتاكيد مش هيقول لك انا عايز قلم احمر لا هيقول لك وي بيان سو. تي دي موند اتون امي انت بتسال صديقه فبتقول له اي بي اس دي ايه ايه الاختصار ده ايه الابريفاسيون ده ايه السجل اللي قدامي ده السجل طبعا اللي بدايه الحروف طبعا مظبوطه. فهنا طبعا انا بقول له سي ليديكاسيون فيزيك سبورتيف داكور او اقول له سيتين ماتير سكولير دي ماده ايه دراسيه. توم بير والدك سان فورم بيستعلم عن عدد المدرسين في المدرسه فبيقول لك ما عدد المدرسين في مدرس في مدرستك او كم مدرس موجود في مدرستك. توم فرير اخوك تي دي موند بيسالك كاس كو تي في بندون لا ريكرياسيون ماذا تفعل اثناء الفسحه كاس كو تي دي ماذا انت تقول. جميل جدا فبتقول له انا بري بتكلم مع اصدقائي كده او بتقول له انا باكل ساندويتش جي مونج مي ساندويتش انا باكل ساندويتشات. الجمله اللي بعدها تي دي موند اتون كوبا يعني انت بتسال صديقك او اون تروف ان جلوبتر ستار نلاقي الجلوبتر ستار دي فين فممكن في السادو كلاس دي صحيحه وممكن على مكتب المدير. الجلوبتر ستار قلنا المجسم اللي هو بتاع الكره الارضيه. الجملة هنا بنقوله طوم بيتي فرير اخوك الصغير تي دي موند بيسألك بوركوا تي فا او سالب لماذا تذهب الى السلب. احنا قلنا سلب الاختصار لكلمة سلب سيرفيس اللي هو المطعم فانت هتقول طبعا عشان اتغدى بور دي جوني افيك مي كوبا عشان اتغدى مع اصدقائي او لاتناول الغداء بور بروندر لو دي جوني. واحنا عارفين ان كلمة بروندر بيجي بعدها الوجبات وبتاخد معرفة دايما بروندر لو لان الوجبات كلها مذكر. انا مي فرنسي صديقك الفرنسي
ما عدا واحدة ما يشوكي، بس احنا بنتكلم على الثلاث واجبات. لو قلنا الثلاث واجبات فهم مذكر، ومعهم الجوتيل وجبة الخفيفة اللي اعتقدتها في سنة ثالثة، دول كلهم مذكر. انا مي فرونسي، صديقك الفرنسي تي دي موند بيسألك لو جور دو ويكوند، يعني عن يوم عطلة نهاية الأسبوع في مصر. فأنت بتقول له سيلو فوندر دين الجمعة، أو الجمعة دي تبقى العطلة عندنا. تي دي موند أتون كوبا، أنت بتسأل صديقك كل جور إل أ مات، أي يوم لديه رياضيات، كاسكل دي ماذا هو يقول؟ فبيقول لك دو جور، يومين، أنا عندي الحد والخميس. أو ممكن يقول لك أنا ما بحبش الرياضيات، لا هيقول لك الاثنين والخميس والأربعة، ماشي دكتور، اثنين والثلاث والأربعة، دي مرضي الثلاث. تي دي موند أتون كوبان، أنت بتسأل صديقك سو ماتير بريفري، عن مواده المفضلة كاسكل دي ماذا هو يقول؟ طيب هو هيقول لك إيه؟ هتكلم عن مواد معينة، فهيقول فرنسي، هيقول أسفيتي تكنولوجي، لا ده هيقول أنا بعشق أسفيتي وشيمي، أصل أنا لقيته هنا قال ديفيسيل، وأنا بتكلم عن حاجة مفضلة بالنسبة لي، فمش معقولة هقول ديفيسيل، ديفيسيل يعني صعب طبعا. تي دي موند أتون كوبان، أنت بتسأل صديقك لوغ دو سون ديجينير، عن ميعاد الغداء بتاعه، فبتقول له في أي ساعة أنت بتتناول الغداء، أكيلوغ تي دي جون، أو أكيلوغ تي فا أو سيلف، في أي ساعة بتذهب إلى المطعم. تونامي تي دي موند، صديقك بيسألك، تونامي تي دي موند يعني صديقك بيسألك كاسكو تونيوم با او لسي، ماذا لا تحب في المدرسه؟ انت بتقول ايه؟ بتقول انا بكره الرياضيات، هتقول انا حصه الانجليزي، يعني في الباقي ما بتكلمش بعدم حب، لا هو بيتكلم بحب، انا عايز حاجه انا بكره. طبعا الترجمه بالتفصيل احنا بناخدها طبعا في المنهج بتاعنا في سنه ثانيه، لكن ده على اساس ان انت عندك فكره، عندك فكره فقادر على ترجمه معايا يعني. تعال نشوف الجرامير بيقول ايه. تي فا افيك تا، تا سور، ليه خدنا تا؟ لان طبعا تي هنا فبياخد تون تا تي، طبعا كنا كلمه سور، سور مؤنث، فخدنا تا. ال فا افيك سي كوبين، طبعا هنا جمع هاخد سين. لو براسيلي اي اموا، ده ضمير التوكيد الوحيد الموجود هنا في الخاتو، لان طبعا احنا قلنا اترا بيجي بعدها اسم عاقل او ضمير توكيد. الجملة اللي بعدها اون، طبعا عارفين اون بتصرف فعلها زي ايل، فعندنا حصتين تاريخ. كال سبور تي ادوغ، اخرها او اس سي، وبعدين كوربي ا بابيير، انا عارف ان كلمة كوربي ا بابيير دي كلمة مؤنث، فان كوربي دو ا بابيير. تي بارل ا، وبعد جو بارل، نعم جو بارل ا مون بير، انا بتحدث الى والدي. تي ا كومبيان دو، دايما كومبيان بتاخد دو او دو ابوستروف بعدها. جور سومنو، يبقى كل جور سومنو اللي هي اي يوم نكون، عشان كلمه جور ده هي مذكر طبعا، فخدنا كده المذكر. جيفي ا مونيكول، اللي خدنا مونيكول، لان احنا اتفقنا ان اي اسم مؤنث مضروب بحرف متحرك فهياخد مون او تون او سون طالما الاسم ده مفرد. لو غوماس كوا، الروايات هي ايه؟ فدايما مثل عن حاجه غير عاقل فبقول سكوا. ماتير طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم هنا جمع مؤنث، فهناخد كل ماتير. اي تونيكول، يبقى كل، لا اي تونيكول، طب كل هنا مفيش مؤنث يبقى ناخد كومون، يبقى كيف تكون مدرستك، كيف تكون مدرستك. فهلاحظ التعبير ده كويس قوي عشان ابقى انا ايه عارفه واخد بالي منه كويس جدا. قدام في التعبير اللي بعده مكتوب اس، هناخد هنا كي، كيليمن، كياس، كياس طبعا انتوا عارفين ان هي معناها من، ودي ده تعبير مهم، تعبير هام عندنا، او سؤال يعني بمعنى من هذا. اخ طبعا اغتيل، يبقى كالغي، كالغتيل، اي ساعة تكون. تيامو لسي، يبقى ماذا، يبقى كو تيامو لسي، ماذا تحبه في المدرسة. لان كوا طبعا كوا دايما تجيش ابدا في اول الجمل، ما تجيش في اول الجمل. اللي بعدها سير فون، سير فون، سير فون، سير فون، هنا طبعا صرفه مع ضمير نو اخرها او ان اس، ده فيرب سير في. كوا ولا اكي، اكي الى من تكون هذه المقلمه الاستيكا، الاستيكا لجو. جي او لسي افيك مون امي، يبقى جو في، جو في، ده تصريف فيرب علي، وعلي معناه يذهب طبعا وله مآرب اخرى.
إن يابا دو. هنا دو أبوستروف طبعا. أنا عارف إن إن يابا أخذ بعدها دو. بس أسأل نفسي هل دو أبوستروف ولا دو بدون أبوستروف أخرها أو. طبعا لو جه بعدها حرف متحرك هاخد دو أبوستروف. أنسيكلوبودي طبعا موسوعات، ودي كلمة مؤنث وإحنا خدناها كتير قبل كده. هنلاحظ طبعا مع بعض هنا سو ماجازين، وماجازين طبعا انتوا عارفين انها مذكر معناها مجلة، فهناخد لو. لو كادو ايتال يعني الهدية بتاعتها، يبقى سي سون كادو انها هديتها، لان هي عايدة عليها هي، وهي بتاخد سون ساسي طبعا هروح على طول واخد سون، لان كلمة كادو كلمة مذكر. تولو موند كل العالم، تولو موند كل العالم، فا فا، لان كل العالم هنا ايه بتعدل الضمير ال، فناخد فا. لو بريمير، لو بريمير كور يعني الحصه الاولى كومونس، هنا مذكر، وهنا لو بريمير كور بتعادل الضمير ال. جي في او سي دي الساعه المحدده تاخد ويتاغ الساعه، لا دي الساعه هنا اديزار الساعه العاشره. طبعا دي كاسكو سي، وكاسكو سي معناها ما هذا، لسؤال عن ماهية الشيء او تعريف شيء غير عاقل. اي تون امبلوا، طبعا امبلوا دو تون دي مذكر، فهتبقى ما جدول مواعيدك. جي في او سي دي اي بور، انا بروح السي دي اي لكي مصدر فعل، يبقى ناخد بور عشان الهدف بالمعنى. طبعا افيكم مستبعدين دو ممكن، بس هنا في المعنى مش مناسبة. بور يعني لكي بيجي بعدها مصدر فعل. بعدين بزوان، انا بزوان ده فيرب افوار. طبعا هنا الاسئله دي انا عايزك تجيب حلها من عندك من كتابك، ما تستناش ان حد يحلها لك. لو انا حليتها ما تستنانيش برضو تبص الحل بتاعي، لا انا عايزك انت تجيبها. ماذا يوجد في المدرسه؟ يبقى إليا ان، وتقول مثلا ان لابوراتوار في معمل، ان سي دي اي هتقول في دوتران ملعبين الى اخره. وماذا لا يوجد؟ ممكن تقول ان يا بادو بيسين، ما فيش حمام سباحه. اكتب الكلام ده، دور عليه، احنا صارينه دلوقتي. اكولر كومونس تي كور، في اي ساعه بتبتدي الحصص بتاعتك؟ هتقول ميكور، ميكور يعني هتحول التي ده المي، تقلب بس حرف التي ده الام. ميكور كومونس تبدا او تا الساعه 8. طب ايه الماده اللي انت بتحبها؟ جيم لو فرونسي، انا بحب الفرنسي، وجيم لا شيمي، انا بحب الكيمياء. كوم تيفو كما تريد بقى. اللي بعدها بقى اوصف مدرستك، اوصف جدول مواعيدك، كل ده المواضيع احنا قاريينها، حاول تقراهم اكتر من مره وتبدا تكون جمل زيهم كده وتعمل عليهم الجمل بتاعتهم. داكور؟ يعني انا عايزك انت اللي بتشتغل بنفسك. ماشي، بلاش حكايه ان انا لا يعني مش لابد تحلها لنا ونشوفوها عشان حلك وجملك، لا دي حاجه خاصه بيك انت، اشتغل عليها، اشتغل على جزء الكتابه ده كويس على اساس ان تبقى في عنايه. تنسوش طبعا رقم موجود تحت مجموعه التليجرام لو حبيتوا تتواصلوا معايا في اي سؤال قبلك، وهكذا انا معاكم دايما باذن الله. واكتب لي في الكومنت تحت اي تعليق او اي سؤال انت شايف ان ممكن نفسره اكتر من كده. داكو. عنوان لو كلوب ديزاتيلات، وده درس جميل قوي لانه بيطل ناحيه سنه ثالثه شويه. ده نادي اللي هم محبي العاب القوه او رياضيين عامه يعني. مكتوب كلمه ان ميتسا طبيب، ان ماري، ان بو طبعا زوج، لتي لو شات، لو مال، لو كور، لو شيفو، لو بير، لو جران بير، لو فرير، لو فيسا، لونكل، لو كوزان، لي بارون، لي جران بارون، لا تيلتا او انا تيلتا، لو سيكليسم، لو سكاتا، لو فيزاج، ان ممبر، ان دونتيست، ان مالاد، لو فيزيك. ملاحظين كلمة فيزيك هنا وردت بمعنى ايه؟ بمعنى الصفات الجسدية او البنية الجسدية، لكن لا فيزيك لو كانت مؤنث يبقى معناها مادة الفيزياء اللي احنا خدناها قبل كده مع بعض. اسماء مؤنث زي كلمة انفامية، انفام او انيبوز، امبارتي، ان لاتاي، ان باربا، دي لينات، دي فاكونس، لا مير، la grande mère, la grande mère, la sœur,
la fille, la tante, la cousine, la natation, une description, une chanson, chanson, la mère, un enfant, une douleur. طبعا عارفين كلمة porter, toucher, écouter, se composer de, sentir, écrire. Musculaire, court, long, chauve, chauve, أصلع. واخد بالك؟ unique, dynamique, hyper grand, aussi avoir mal. هتلاحظ الأنشطة طبعا وعايزك تقراها بعناية، إن أنت بتشاهد فيلم فبتروح السينما مثلا، فيغ دو لا جيمناستيك فبتروح الجيمناز، سيرفير سير انترنت بتتصفح الانترنت فبتروح السي دي اي، بتمارس الباتيناج جلاس او الباتينيغ بتروح الباتينوار، فير دو ريشيرش بتعمل ابحاث او بتقرا روايات فبتروح البيبليوتيك، ممكن تقول سي دي اي برضه، فير دي سبورت تمارس رياضه في السال دو سبور او كلوب دو سبور، فير دو لا ناتاسيون او ناجير على بيسين او على مير. اللي بعدها طبعا فير دي فيلو بتمارس ركوب الدراجات او سيكليس مالا كومباني في الريف، فير دو سكي طبعا بتمارس السكي، فالسكي طبعا هنا بمارسه انا في الاستاسيون دو سكي او في المونتانيا في طبعا الجبل لو انا بمارسه طبيعي، او الاستاسيون دو سكي ودي بيبقى برضه طبيعي في الجبال. عندنا ضمير اون وهو يعادل اون. اون يعادل ال، ضمير ال يعني دايما لما صرف الفعل بتاعه صرفه زي ال. ممكن ياخد تبعيه عادي على انه جمع او اي حاجه، لان الضمير اون زي ما قلنا قبل كده واكتر من مره، قلنا ان الضمير ده ضمير محايد، يعني يقبل ان يكون اي ضمير لو في دلاله واشاره عليه خلاص بيبقى باين. لو جيت في اول جمله قلت موا اون فا او لوسي، انا بروح المدرسه، فانا اديت لنفسي معرفه الاول ثم نكرتها بأون، فده ضمير نكرة يعني مش عايزينه يبقى عايد على حد قوي، بنبهم الشخصيات دي شوية. لكن الضمير اون ياخد تبعية ما يعود عليه، ولكن فعله يصرف زي ضمير ال طبعا، ودي يمكن سبق وعرفناها. هناخد بعد كده ليز ارتيكل ديفيني كونتراكتي اللي هي ادوات المعرفه المدغمه، وهي عباره عن حرف الجر زائد اداه معرفه، وهنا بنقوله ولو طبعا بيضغموا الاو، ولي يضغموا الى او فيها اكس في الاخر دي طبعا، وناخد بالنا منها كويس قوي، وبتستخدم كحرف جر بمعنى الى او في او بي. جو في لا بيسين، انا بروح البيسين، جو في كل دول ما فيهمش ادغام طبعا على اساس ان المؤنث والمدوب حرف متحرك لا يضغم. داكو. هناخد دلوقتي فيرب اليه وفيرب فيه. اليه معناه يذهب، بيدل على الموفمون على الحركه، ماشي. اما فيرب فير فبيدل على الممارسه او فعل الشيء نفسه. طيب هناخد اليه اهو مكتوب قدامنا، جو في، تو فا، ايل ال، اون فا، نوز الو، vous allez, il, elle va. هنلاحظ ان فيرب اليه من افعال المجموعه الثالثه، الظاهر ان هو من المجموعه الاولى لكن هو بينتمي للمجموعه الثالثه. وما تنساش طبعا ان اليه بيجي بعده حرف الجر وطبعا بيحصل ادغام، انت لسه واخد الادغام دلوقتي، او الا او الا ابوستروف، الحاجات دي مهمه قوي سنه ثانيه هنحتاج. عم اقول جي في او كلوب، جي في على ستاسيون دو سكي، جي في على اوبيتال، جي في او تواليت. علي شي ده بيجي بعده طبعا ضمير توكيد او اسم عاقل، جي في شي مون اونكل، انا بذهب عند عمي، جي في شي لوي، انا بذهب عنده، لان احنا قلنا ان شي بيجي بعده يا اما اسم عاقل يا اما ضمير توكيد. اما فيرب فير، وفير معناه يمارس، وده بيعبر عن الحديث عن ممارسه الانشطه سواء الرياضيه او الموسيقيه والهوايات. طبعا ده فعل مجموعة تالتة فبحفظ تصريفه كويس قوي، جو في، تي في، إل ألفي، نو فوزون، فو فات، إل ألفون. هنلاحظ طبعا فات مختلفة شوية ونهايتها أو إس، طبعا هنا بياخد دايما بعده دي ودولا ودو ألا أبوستروف ودي. طبعا هنا دي أدوات تجزئة، طالما تحول في النفي يبقى هي أدوات تجزئة. Je fais du tennis, je fais de la natation, je fais de la équitation. Équitation معناها الفروسية طبعا. Je fais du photo يعني أنا بلتقط صور.
ضمائر التوكيد مش هنساها، ان موا هو ضمير التوكيد بتاع جو، توا هو تو، انت، لوي ال، ال طبعا ال، نو نو، ونو اون. يعني ضمير التوكيد بتاع نو هو نو، وضمير التوكيد اون هو ايه؟ نو. فو فو او ال افيك اس طبعا، و ال افيك اس هنا برضو للمؤنث. بيستخدم بعد اترا ا، بيستخدم بعد سي، بيستخدم بعد حروف الجر، دي ضمائر التوكيد. وكمان بستخدمها عند الاستخدام في الحديث الشفوي لاختصار الكلام في سؤال، زي ما اقول جي في او سينما، اي توا، وانت تي فا اوسي او سينما، تذهب انت الى السينما، اي توا تي فا اوسي او سينما، يعني وانت كمان بتروح السينما، يعني بستخدمها في الاستفهام. الضمير اون يؤكد عليه بضمير نو، لانه بيساوي ضمير الفاعل نو من حيث المعنى. نو اون فا او كلوب. طبعا هنا ضمائر التوكيد لا تحل محل الفاعل، يعني ما ينفعش ابتدي بها الجمله. ضمائر التوكيد تاتي قبل الفاعل للتاكيد عليه، ماشي. موا ام لو بلو، ما تقولش موا ام لو بلو، تقول موا جيم لو بلو. اجزاء الجسم بارتي دي كو بقى، ودي مهمه قوي بالنسبه لك، لان انت كطالب قدام هتلاقي دي مهمه، هتحتاجها في سنه تانية، وهتحتاجها برضه في سنه ثالثه. ني كو جينو كود برا بي فونتر فرون دو بوش تيت لونغ ما جامب استوما ايبول يو دوا دون اوريي جو. دي كانت اعضاء الجسم. طبعا ما تنساش للتعبير عن الالم بقول اي ما جامب، اي ما جامب، او لا لا ما جامب. بستخدم الاصطلاح او التعبير افوار مال ا، واا طبعا بتيجي قول المذكر، الا للمؤنث، ا الا بصرف المندوب بحرف متحرك، قول الجامع بنوعين. اكزامبل الى مالو برو، يعني هو عنده الم في البرا في الذراع. إلى مالا لجومب، إلى مالا أوي، عنده ألم في الأوغي في الأذنين، إلى مال أوزيو. طبعا ملحوظة مع التعبير أفور مال أ، ما بناخدش أجزاء الجسم غالبا، لا تأخذ غالبا، وركز على كلمة غالبا، يعني هي ممكن تاخد، ماشي، لا تأخذ غالبا صفات ملكية، لأن الملكية ما بتحتاجش إلى تأكيد. أنت أما تيجي تشتكي فأنت أكيد بتشتكي في عضو من أعضاء الجسم، لكن يعني ها الى حد ما لو لقيت جمله فيها ملكيه فده بيعتبر توكيد، يعني نوع من انواع التوكيد. جمالا ماتت، جمله دي سليمه مش غلط، لكن بيفضل استخدام ده خاصه في منهج. سؤال عن مكان الالم بقول اوت يا مال. طبعا ما تنساش ان انا موصف الاشخاص فبصفهم بصفات جسمانيه او اخلاقيه. خدنا احنا صفات قبل كده المورال، هنبدا ناخد الصفات، خدنا صفات الوصفيه الاخلاقيه، هناخد الصفات الوصفيه الجسديه. بيتي جران بلون بور مانس رابيد مسكولي مارون شاتان غرو رو. تاخد بالك من المؤنث بتاعهم كويس قوي، تاخد بالك ان الصفه شتاء يمكن ان تؤنث باضافه او، او تظل كما هي، وده راي مخالف شويه للمنهج بتاعنا، ولكن الراي ده صحيح موجود عندنا، مفيش مشكله. جمله عاده بتوضع، عشان انفي الجمله بنضع الفعل ما بين نو با، نو با، نضع الفعل بين نو با، او انا بصرف لو كان فعل مندوب بحرف متحرك، زي ما اقول الي غروند، هي كبيره، اني با غروند. ما تنساش ان انا بحول ادوات النكره الى دو او دو ابوستروف في الجمله المنفيه، ما عدا مع فعل اتر طبعا. وما مش هنسى طبعا ان عند النفي لو فيها عدد بحولها لدو او دو ابوستروف، والعدد اللي بعدها بشيل منه حرف الاس، ما عدا مع السن طبعا. نشوف المواقف. هنا طبعا المواقف قلت لك اكتر مره، اقرا المواقف بعناية عشان تحل عليها بسرعه. انت بتسال صديقك ان يصف والده، فبتقول له كيف يكون والدك، كومون تون بير، الي كومون تون بير. تي ديكري، انت تصف جدك، كاسكي تي دي، فبتقول هو نشيط جدا، هو طويل جدا، الي بير غران،
أو إلى لي شيفو بلون هو عنده دقن بيضة طبعا. Ton ami qui demande, صديقك بيسألك quelle partie du corps on utilise pour écrire, يعني إيه الجزء من الجسم اللي بنستخدمه عشان نكتب كيس كتير دي. On utilise la main, إحنا بنستخدم اليد. On utilise les doigts, يعني بنستخدم الدواء اللي هي الأصابع. لو متساءل طبيب بيسألك عن مكان الألم فبيقول لك أين أو vous avez mal أو qu'est-ce que vous avez mal لديك. فيها كاسكي نيفابا يعني مما تشكو. تاكسي بريما لو ليو دو تا دولار انت بتعبر عن مكان الالم. فهتقول طبعا جي مال لا جومب او اي ما جومب. تون كوبان تي ديموند صديقه بيسالك عن مكان اجازه, مكان الاجازه كاسكي تي دي. فبتقول انا بقضي الاجازه على كومباني فريف او جي في بور لا مير, انا بذهب او بور دو لا مير على شاطئ البحر. تي ديموند عن كوبان انت بتسأل صديق سيز اكتيفيتي بندو لو ويكوند عن انشطته في عطلة نهاية الاسبوع. كاسكو تي دي ماذا تقول؟ كاسكو تي في لو فوندردي ماذا تفعل يوم الجمعة؟ او كال سون تيز اكتيفيتي بندو لو ويكوند ما تكون انشطتك اثناء عطلة نهاية الاسبوع. تي تنفورم انت تستعلم سيغ لو نومبر عن عدد دو ممبر دو لا فامي عن عدد اعضاء الاسره بتاعت صديقه. فبتقول دو كومبيان دو بيرسون من كم شخص تا فامي سي كومبوز عيلتك بتتكون. او طبعا كيلي لو نومبر دو ممبر دو تا فامي ما عدد اعضاء الاسره. الايميل احنا تعودنا طبعا ان احنا هنقراه بعنايه. كم اخ لديك؟ فجاوبنا جي دو فرير. كيف يكون جدك؟ مون جرون بير اي بير ديناميك. هلاحظهم كويس قوي على اساس دول اللي بيجوا لي او بستنبط منهم اجابات الاسئله الاخرى. اين تذهب في عطله نهايه الاسبوع؟ انا بذهب الى النادي. طب بتعمل ايه؟ بعمل بمارس تنس. طبعا هنا بتقدم عيلتك وبتصف انشطتك في اليوم. نيجوا بقى نحاول نحل الاسئله اللي على الدرس ده. ساغا بتقول سالي ساغا واسي ما فامي, ها هي عائلتي الي سوبر سامبا هي رائعة. جون ساغ انا عندي اخت بيرن ايمونس بتكون امحية ورشيقة. الا دوغلو تينيس بتعشق التنس. مون بيغا 45 يعني والدي عندي 45 سنة. الي بيرن اسبورتيف هو امحي ورياضي. ماماري بلوند والدتي بتكون بلوند يعني شقراء. على لو زيوفر عينيها خضراء. بندولي فاكونس اثناء الاجازه نوزالو ا باريس لي غران بارون بنذهب الى باريس عند جدينا. مون غران بير جونيال افيك سيلونيت غروس اي سا بارب بلانش يعني جدي بيكون رائع بنظاراته الضخمه ودقنه البيضاء. ما جران مير جدتي بريفير يجاردي لا تيلي او لا تيفي بتحب مشاهدة التلفزيون. لي ديناميك هي نشيطة اي سوسيابل واجتماعية. جادور ما فامي انا بعشق عائلتي. سيلين بريزونت سا فامي سيلين بتقدم عائلتها. سؤال هنا بيقول لا جران مير جدة سيلين بتكون سوسيابل اجتماعية. الوالد عنده طبعا 45 45 سنة. اخت سيلين بتكون بيرن زي والدتها. داكور مانس باي طبعا تكون سبورتيف رياضيه. كومون باسي فو للوزير كيف تقضي اوقات فراغك؟ ماي ماي ايوه بتقول جو فو او كلوب انا بذهب للنادي. بور جوير تينيس عشان العب تنس افيك مي فوازين مع جاراتي. سامي بتقول بور موا بالنسبه لي جيم شاتير افيك مي زامي بحب الدردشه مع اصدقائي. هند بتقول جي بريفير الير على بيبليوتيك بور لير دي روما بحب اذهب الى المكتبه لقراءه روايات. نورا بتقول جي في دو براسيلي انا طبعا بعمل حظاظات برازيليه دي ماكيت. سيفي بارل البنات دول بيتحدثوا عن ايه؟ دي الوزير اوقات الفراغ. ماي بتحب ايه؟ طبعا هي بتحب تلعب تنس طبعا فبتحب الرياضه. اللي بعدها بتحب الانشطه اليدويه طبعا دي نوره. سما شاتافيك بتتحدث مع اصدقائها لسيكوبي. بعد كده الدكتور بيسالك اين تشعر بالالم؟
الدكتور بيسألك أين أنت تشعر بالألم، فأنت بتقول له جيمالو برا، يعني أنا عندي ألم في الذراع، أو أي ماجون تيني فابا بيان، أنت لست على ما يرام، فبتقول طبعا جيمال، أو بتقول جيمالا لتات، يعني أنا بشعر بالألم أو عندي ألم في الرأس. طمير والدتك تي دوموند، يعني والدتك بتسألك بوركوا تي نو مونج با، لماذا لا تأكل؟ فطبعا انت بتقول لها اسناني تؤلمني، او بتقول لها انا عندي الم في البطن. ماشي. الجمله اللي بعدها بتقول عندنا تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك كومون اي سا جراند مير، كيف تكون جدته؟ فهو هيقول لك جدتي بتكون طويله جدا، او هيقول عندنا ما جراند مير الي جراند ايمونس. الصفحه اللي بعدها طبعا عندنا مكتوب تونامي صديقه، تي بريزونت بيقدم نفسه، تي بريزونت يقدم لك جده، فماذا انت تقول؟ ماذا انت تقول؟ فانت طبعا بتقول سي لو غران بير دو كي، نو جد من، و سي لو بير ده جد مين، وبيقدم او تقول له سي لو بير دو تامير او دو لا برضو هساله عمره، ممكن دي مش هتنفع، وهتقول له ده جد مين، والدك ولا والدتك. اللي بعدها تي دي موندا تون كوبا، انت بتسال زميلك كل فيلم ايليم ريجاردي، اي فيلم هو يحب ان يشاهد، هو بيقول لك انا بحب اشوف افلام الخيال العلمي، او بيقول انا بحب افلام الرعب. الجمله اللي بعدها مكتوب تي بارل، انت تتحدث عن اوقات فراغك في اجازه نص السنه، فبتقول طبعا ان انا بروح الجبل، او بتقول انا بقضي الاجازه بامارس السكي، لانه هنا قال لي الصيف، انا بعدت عن الصيف لان اجازه نص السنه دايما بتيجي في الشتاء. تي دي موند، انت تسال صديقك عن انشطته اثناء عطله نهايه الاسبوع، فماذا انت تقول؟ فبتقول له كيف تقضي عطله نهايه الاسبوع، او ماذا تفعل في عطله نهايه الاسبوع. هنا مكتوب تونامي تي دي موندا، انت تسال صديقك بوركوا، لماذا هو يذهب الى الباتينوار، اللي هي ساحه التزلج؟ طيب اكيد عشان يعمل باتا جلاس او باتيني. ماشي. باتيني. تونامي صديقك تي دي موندا بيسالك سو كو تو في على بيبليوتيك، ماذا تفعل في المكتبه؟ فتقول له انا بقرا روايتي المفضله تمشي، وهنا انا بعمل ابحاث برضو تمشي. تونكو بقى صديقك تي دي موند بيسألك بوركوا تي فا على بيسين، لماذا تذهب إلى حمام السباحة؟ لأن بحب العوم الجميل، أو بمارس السباحة. تمام. أنت بتصف عيون شخص، فبتقول هي طبعا كبيرة وزرقاء، أو بتقول طبعا شخص ماري عندها عينين خضر. تيا مال أودون، عندك ألم في الأسنان، فبتقول طبعا أنا مش قادر أكل، وكمان بتقول انا حسب عند طبيب الاسنان. انت عندك 16 سنه واخوك ايضا عنده 16 سنه، فبتقول طبعا اخويا وانا احنا عندنا نفس العمر، او ممكن تقول انا عندي اخ توام. تي دي موندا تون امي، انت تسال صديقك لو نومبر دو ممبر دو سا فامي، عن عدد افراد الاسره بتاعته، فطبعا بتقول له كم عضو عندك، او عيلتك مكونه من كم شخص. انت بتحدد او بتعرف جدتك، فبتقول طبعا ان جدتك دي هي ام والدك، او هي ام والدتك. نوسوم، طبعا لابد اخد جمع، الجمع عندي هو مسكولي، يعني مفتول العضلات. تاكو بين اي كومون، يعني صديقتك بيكون شكلها ايه. اي ما جامب، طبعا اخدت ما على اساس جامب مؤنث. لي كوزان دو مونا سون بيتي، طبعا هنا جمع مذكر، انا دايما بشتغل على الاسم الاولاني، ماليش اللي بعد دو ده ماليش دعوه بيه، بشتغل دايما على المقطع الاول.
ما جراند مير جدتي اه لي شيفو بيكون شعرها بلون طبعا. اللي بعدها بارتي دو كور تيتوليز بور اكرير، يبقى كيل بارتي اي جزء انت بتستخدمه للكتابه. جي مالا لا تات، انا عندي الم في الراس عشان كلمه تات مؤنث. لا دو ندى اي جراند، لابد تكون كلمه مؤنث عشان جراند هنا مؤنث يبقى لابوش. طيب فيس ايتي ميد سون فيس، طبعا هنا سون لابد مذكر. هنا طبعا كلمة فيس مفرد، مع انها بالرغم انها تنفع مفرد وجمع عشان الفعل اللي بعدها تصرف زي ايه؟ ال. هو مون جران بير جدي ا ام بارب بلانش، عنده دقن ايه؟ بيضة. سون ابوز زوجته، طبعا هنا ابوز مؤنث ولكن مبدوع بحرف متحرك فهستبعد سا وما، وسي طبعا مستبعدة لان الاسم اللي بعدها مفرد وليس جمع. لا فام دو مون اونكل، يعني زوجة عمي، يبقى هنا هاخد لا فام، لا الاخرانية برضو. لونكل دو مروة، يعني عم مروة، عم مروة طبعا بيعاد الضمير هو، يبقى اي شوف بيكون اصلا. في السؤال ده بنقول كومبيان دو دوا، كم اصبع لديك في يدك؟ اون مونج، احنا بناكل بي افيك لدون بالاسنان طبعا. On va à la salle, à la salle de sport, إلى غرفة رياضية. C'est mon anniversaire, إنه عيد ميلادي. On organise, إحنا بننظم، لأن طبعا التصريف هنا مع الضمير on يعادل il، يبقى il بتاخد o في آخر. Les élèves, التلاميذ بيحبوا، فعل مصرف يبقى التاني في المصدر مش هيتصرف، يبقى هنا هناخد عليه لو فعل عليه قدام. لي فيلم دو، يعني افلام الرعب. سون مي فيلم بريفري، بتكون افلام المفضله. كلمه افلام هنا جمع مذكر، يبقى ناخد بريفري جمع مذكر ايه كصفه ليه. مارك اموا، مارك وانا. اوني طبعا او هنا عايده على مارك، وانا يبقى عايده على ضمير نو، يبقى جمع مذكر، يبقى ناخد بلون. يعرفك ان هو مذكر عشان مارك في اسم مذكر، يبقى مذكر. تي فا او كلوب، يبقى كيف تذهب الى النادي او متى تذهب الى النادي. طبعا بوركوا او لماذا، هنا هناخد لماذا تذهب الى النادي، لاني ما لقيتش لا متى ولا كيف. ماكرون بير، جدتي بترتدي دو غوس لونات، نظارات ضخمه هنا طبعا، لان نظارات هنا جمع مؤنث، تاخد بالك منها من كلمه لونيتا وفاكونس. الجملة اللي بعدها activity to fail weekend، يبقى كل وكل هنا هتبقى جمع مؤنث لان activity جمع مؤنث. جيم سبور، انا بحب الرياضة. اتوا وانت، سيسا راكيت، يبقى الراكيت ده بتاعها هي او بتاعه هو، يبقى لوي، يدور على ايه الاوقات، لان هنا اداني صاب يعايد على هو او هي. جوفي، وبعدين شيمون جرومبير، هنا خدنا شيء. طب ليه خدنا شيء هنا؟ تاخد بالك معايا، احنا خدنا شيء هنا على اساس ان اليه بعدها عاقل. تيا مال، لديك الالم، يبقى اين لديك الالم. سونيبا في انيك، انها ليست ابنه وحيده. علي اموا اون، طبعا لان الفعل هنا متصرف مع ال، يبقى هناخد اون. ما سيغا ليزيو فير، طبعا جمع مذكر فهناخد فير. في الجزء الاخير، اخر جزء بقى بالنسبه لنا في الفيديو ده، مكتوب كومون اي تون فرير، هقول مون فرير اي جرون مثلا. كاسكيليم، ماذا هو يحب، يبقى اي ليم لو تنس، هو بيحب التنس. امتى انت عند بتكون في اجازه، جي سوي ان كونجي لو ويكوند. كاسكو تي في لو ويكوند، يبقى جو في دي سبور، انا بمارس رياضه مثلا. طبعا المواضيع وصف العيله او ان انت تكتب عن اوقات فراغك من المواضيع المهمه، خاصه اوقات الفراغ عندك. ميرسي بورفو، انتظرونا الحصة الجاية بإذن الله، هنبتدي في منهج الصف الثاني مع بعض واحدة واحدة. أي حاجة اكتبوها لنا في التعليق، وتواصلوا معنا على جروب تليجرام أو جروب الواتس. مرسي بورفو، أوروفار، أشوفكم في سعادة وفي خير دايما بإذن الله.